البنات، كيف بقيتوا؟ نتمنى تكون على خير وبخير ان شاء الله في احسن الاحوال. مرحبا بيا عندكم مره اخرى. اليوم جيت نبارطاجي معكم طريقتي باش كنصوب لي مول. هادو المول كنقول لهم بوزروت. انا كنصوبهم بواحد الطريقه زوينه بزاف. هنايا بحال نقولوا هاد لي مول في الديار البلجيكيه، بحال نقولوا حنا الببوش ديالنا، يعني حيت كتجي الوقيته ديالو، يعني كيستعملوه الناس بزاف، وكيستعملوه بعده طرق مختلفه، منها الملحه، وكاين اللي كيديروا بلا كريم، وكيدير معاه لي فخيت. هذه طريقه بلجيكيه اخرى. انا ان شاء الله باذن الله كيف كتشوفوا معايا عندي واحد الكميه لا باس بها، حيت تبارك الله الوليدات كيبغيوه. غير هو اللي خاصك تعرفوا البنات انه راه كيبغي التنقيه، كيبغي التنقيه بزاف بزاف بزاف، كيبغي بزاف الصبر، حيت لي مور ما كتلقاوهمش هكايا. راه اغلبيه لي مول اللي غتشريو غتلقاوهم على هذا الشكل هكا، نيت مكرفسين. يعني ضروري ما خاص يكون عندكم واحد الموس ماضي مزيان باش كتنقيو كلشي، تحيدوا بهذا الموس هذا وكتكرطوه. ومن بعد الا كانت عندكم واحد حلفه السلك، بحال تنقولوا حنا في المغرب حلفه السلك، راه كتعاون باش يتكرط مزيان ويتغسل. وملي كنساليو منه ونقيوه كنديروه في واحد البانيو د الماء، اولا في واحد شي حاجه عامره بالماء، وكنديروا عليه هذه الملحه، هذه لو غروسيل، الملحه الغليظه، بحال نقولوا حنا الملحه الحيه في البلاد. هذه راه كتساعد على انه كيتفتح، يعني ما تيبقاش مسدود، يعني هاك، يعني كيولي هاكا مفتوح، يعني كيتولي داخل الرعتيريه وكيولي كيتب من داكشي. هذه هي اللي كتعاونو باش يتفتح، يعني على الاقل خصنا نخليوه واحد ربع ساعه ولا نص ساعه في وسط الملحه. اذا على بركه الله نبداو. انا طريقتي البنات ضروري ما كندير واحد الخليط فيه، هذا الخليط هذا ما كيتكالش لحقاش، هو كنحيدوه غير الليمون وكنخليوه هادشي، هادشي كيتلقلب لنا. كتكون عندنا البصله وخيزو والكرافس، هادو ضروريين، وعندنا المعدنوس، عندنا الثومه غبره. اللي ما عندوش الثومه غبره يقدر يدير واحد جوج ثلاثه الدروس نتاع الثومه ويلوحهم في حيط، هادشي ما غاديش يتكل، هادشي كله باش كيطلق النسمه ديالو. الملحه بطبيعه الحال، وكين كنقللوا الملحه لحقاش منين كنرقدوه في الملحه هو راه تيشرب الملحه صافي، يعني قللوا الملحه اولا ذوقوا ماشي مشكل. وعندي البزار الابيض، عندي الحامض، وعندي الزيت. بسم الله نبداو ان شاء الله. اذا اول حاجه غنلوحوا كلشي عشوائي لحقاش قلت لكم حنا عندنا الغرض بهذا الشيء هو يطلق المذاق ديالو. ثم انا البنات كتعجبني كثر منها شويه حيت مذاقها كيجي زوين، وكتحيد لنا حتى ديك الريحه مجهده نتاع اللي بغى يبدل البزار شويه نتاع السودانيه ممكن. الزيت وضروري البنات من الحامض، الحامض ضروري منه ما تنساوش ديروا الحامض. وغادي ندير واحد شويه د الماء ماشي بزاف، مبسطة وسهلة وراه تيجي غزال في المذاق. على الأقل نبداو نزعمو إن شاء الله ملي نلقاو متوفر وكاين، نزعمو نديروه في الدار لحقاش هنا كاين متوفر بكثرة، تلقاوه حتى في لي غيستورون بثمن مزيان، كنلقاو كاع الريستورات اللي كيقترحوه أفولونتي، يعني كتاكلي وتزيدي تاكلي. ولكن حذاري لحقاش هنا أغلبية كيديروه بلو فان بلون، اللي تنقولو حنايا داك الشراب بيض الكحول، يعني ما كيقولوهاش، ولكن هما اغلبيتهم كيطيبوه به لحقاش تيقولوا حقا كاع تما داك كثار اولا تيساعد على ان لي مول يتفتحوا، يعني كيطيبوه به. دونك يستحسن من نلقاه متوفر متواجد نصوبوه في دوارتنا وناكلوه بالطريقه اللي كنعرفوها حنا، نعرفوا راسنا على الاقل شنو كناكلو. اذا كيف تشوفوا معايا انا صافي الماء ما غنزيدش الماء نهائيا، شوفوا
هذاك الماء راه كافي، حيت هما اصلا تيطلقوا الماء وديك الخضره حتى تطلق الماء. الحاجه الوحيده اللي نتاكدوا منها هي الملوحه، واش مالح ولا ما مالحش، ولا خص شي حاجه نزيدوها. انا كنقترح نزيد هي الحامض، حيت انا الحامض كيخليه زوين، كي كنعرفوا الحامض كاع كاع المسائل اللي فيها الحوت وداكشي كي الحامض مزيان لها. غادي نسداوها ان شاء الله وغنخليها هكا تقريبا شي نص ساعه، نص ساعه هكا، وان شاء الله باذن الله نرجع نشوفوا كيفاش وجد ان شاء الله. فوالا البنات، انا رجعت معكم كيف قلت لكم من بان الساعه، كيف كتشوفوا معايا هما وجدوا. باش كنعرفوهم وجدوا كنشوفوا هكا انهم تحلوا كاملين، وكندوقوا بطبيعه الحال وكنلقاوها رطبه رطبه رطبه، صافي تما كنعرفوا بانها وجدات. وما تنساوش انها ملي تكون كطيب ساعه ساعه ندوز نحركوها باش اللي الفوق تولي لتحت ولا تحت تولي الفوق، اما ان الكميه كبيره. فوالا البنات، البنات ما شاء الله وجدوا لي مول ديالنا. هزوا واحد المغرفه نعمرو، تكثر من الاحسن يكون غارق باش مزيانه بزاف. هادي هادي بخاوي ان شاء الله، كنهزل ولا البنات جبت هادي حسن. تماما ورا البنات، شوفوا ما شاء الله طاب من داك الشيء، كتشوفوا كيفاش داير. هنا الطريقه الصحيه باش كنهزوا لي مول البنات، وديما تكون عندنا وحده خاوي كيف تشوفوا. يعني كناخذ وحده ملي نبغي ناكل المول، يعني بهادي كنمشي وكنجبد. ملي نبغي ناكل المول يعني بهادي كنمشي وكنجبد الاخرى كناكلها. غزالين البنات صراحة، رائعين، مذاق زوين 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 بزاف. فوالا البنات، تنقول لكم بالصحة والراحة، نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن هاد الطبق الصيفي حتى هو ينال إعجابكم، وأنكم تجربوه عندكم في الدار. ساهل ماهل صحي، وتنقول لكم بالصحة والراحة.